مرحبا بكم اعزائي الطلبه في حلقه جديده من دوره تعلم اللغه الانجليزيه للصف الثالث متوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم يونت 1 لسن 4 اليونت الاول الدرس الرابع عنوان الدرس buying and selling الشراء والبيع. بالفقره الاولى شو يقول لي؟ يقول لي look at the photographs انظر الى الصور الفوتوغرافيه، منطيني صور فوتوغرافيه لماونتن بايك لدراجه جبليه ولايت ويت تنت خيمه سهله الحمل او خفيفه. Then listen and think. ثم بعدها سيقول لك أول شيء باول على الصور باوعت لهم. ثم بعدها استمع لهذه المحادثة وفكر. Which object are the people describing? ما هي المواد التي يصفها هؤلاء الأشخاص بالمقطع الصوتي؟ مبدئيا بالفقرة الأولى من الدرس الأستاذ راح يعلق مقطع صوتي بداخل الصف أو في حال عدم توفر المقاطع الصوتية الأستاذ هو يقرأ بصوت واضح. الطلاب شنو المطلوب من عندهم؟ يستمعون لهذه المحادثة أو هذا المقطع الصوتي ويعرفون أنه طبعاً هي محادثتين، محادثة أولى ومحادثة ثانية. يعرفون المحادثة الأولى عن شنو تتحدث؟ عن الماونتين بايك لو عن اللايت ويت تنت، عن الدراجة الجبلية لو عن هذه الخيمة، وكذلك المحادثة الثانية عن شنو تتحدث؟ إذا الأستاذ راح يعلق مقطع صوتي داخل الصف أو هو يقرأ المقطع الصوتي ومن ثم يسأل الطلاب conversation number one المحادثة الأولى which object does it describe؟ يا مادة أو يا شيء من ضمن الأشياء اللي منطين إياها توصف إياها المحادثة رقم واحد ومن ثم المحادثة رقم اثنين وهكذا. إذا راح نقرأ المحادثة نوضح مفرداتها على مود السادة أسألكم داخل صف تحضير يومي تكونون محضرين. بالبداية محادثة بين اثنين شخصيتين ومنطين أسمائهم، قبل شوية بعد شوية راح نشوف إنه منطين أسمائهم لكن هالمرة ما منطين أسمائهم. الصوت الأول أو الشخص الأول يقول you will love this new model of checkers، سوف يعجبك او سوف تحب هذا النوع او هذا الموديل من الدراجه او من نوع من انواع الدراجات. It is very fast، انها جدا سريعه. شوف طلاب، احنا دائما نعرف انه اي اله او اي دراجه سياره سريعه لابد ان تكون خطره. شوف شو يقول، يقول It is very fast، انها جدا سريعه but لكن really safe، لكنها جدا امنه. لذلك إن أنا استخدم لشنو؟ استخدم لبات، ما استخدم لآن. ليش؟ لأن الآن تربط بين فكرتين متشابهتين. فأقول مثلا على سبيل المثال It is really fast and dangerous، إنها سريعة وخطرة. أي شيء سريع هو خطر، لكن أنا استخدم لبات ليش؟ لأن شنو؟ لأن الفكرتين مختلفات، إن هي سريعة ومع ذلك مع العلم إنها سريعة هي آمنة. وراها شيء يقول له الشخص الآخر اللي عليه، يقول له There are front disc brakes to help you stop quickly، هناك شنو؟ disc brakes، مكابح قرصية to help you stop quickly، لكي تساعدك على أن تتوقف بسرعة. نعرف أنه أي دراجة، أي سيارة، أي موتور لازم يكون شنو؟ disc brakes. شنو disc brakes؟ مكابح قرصية، البريكات. يرد عليها and it has latest front and back suspensions، وكذلك فيها إحنا suspension هي الدبلات، السبرنجات اللي موجودة بالدراجة. يقول لك كذلك فيها دبلات أمامية وخلفية to keep you on the road، لكي تساعدك على أن تبقى في الشارع أو على الطريق. It is really comfortable، إنها جدا مريحة. هاي كلمة كلش مهمة، اللي هي كلمة comfortable معناها جدا مريحة، هذه الدراجة جدا مريحة. And it is really great أو it is great buy، وهي جدا جيدة جدا عظيمة إذا اشتريتها. هسه هذا الكلام يتحدث عن شنو؟ يتحدث عن الماونتن بايك لو عن اللايت وايت تنت. اكيد هو يحكي عن الدراجه، فاقول له ماونتن. المحادثه الاولى تتحدث عن الماونتن بايك، الدراجه الجبليه. المحادثه الثانيه بعد شيء اكيد راح تتحدث عن اللايت وايت تنت، الخيمه سهله الحمل. شو يقول لي؟ البوي يتحدث، الولد يتحدث، يقول له اي ثينك ات لوكس جود، اعتقد بانها تبدو عليها، هاي من خلال شكلها بين عليها good جيدة. Do you think it is big enough؟ هل تعتقد بأنها كافية أو كبيرة بما يكفي لتسعنا؟ أبوي يرد عليه شو يقول له؟ يقول له it says it sleep too، يقول أو تقول أو يقول هذا الملصق اللي وياها أو الكتاب اللي يجي وياها يقول بأنها تسع لشخصين ينامون فيها. So that should big be big enough، لذلك من المفترض أن تكون كبيرة بما يكفي. طبعا هسه هي حاليا الصوره امامكم فاتحيها، لكن المحادثه تدور بين ولد وابوه وهم بعدهم ما فاتحين هذه الخيمه، لذلك هم يعرفون اذا هي كبيره بما يكفي لو غير كبيره. يقول له I am glad it is insect proof،
هاي كلمة كلش مهمة طلاب. هاي مجلاز معناها أنا مسرور. It is insect proof. Insect proof معناها مضادة للحشرات. يعني الباب مالتها بها فد نوع من أنواع الأقمشة اللي ما يخلي هذه الحشرات تدخل. يسموها insect proof مضادة للحشرات. قال له yes I don't want to get bitten. قال له نعم أنا ما أريد أنعاض وما أريد حشرة تجي تقرصني. قال له yes and look نعم وانظر it only takes 30 minutes to put up. وانظر أنها تستغرق حوالي فقط 30 دقيقة لكي نضعها أو لكي نجهزها أو لكي نعدها. يعني مجرد التركيب مالتها جدا بسيط. التركيب مالتها يأخذ فقط 30 دقيقة. You will like that. سوف يعجبك ذلك. هم كذلك المحادثة الثانية عن شيء تحدث. تحدث عن اللايت ويت تنت. لايت ويت تنت أو تنت عفوا. خيمة سهلة الحمل أو خيمة خفيفة. هسه بعد ما خلصنا الفقرة الأولى. الفقرة الأولى قلنا شو يطلب من عندنا؟ الأستاذ يطلب من عندنا نستمع النقطة الصوتي ونحدد المحادثة الأولى عن شو نتحدث والمحادثة الثانية عن شو نتحدث. لحد الآن هذه الفقرة فقرة كنشاط صفي غير مهمة في الامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. أكبر الكلمات اللي راح نطلعها من هذه المحادثة أو راح نلاقيها في كتاب النشاط اللي هي الكلمات المركبة راح نشوف إنه لازم نحفظها كتوصيل. الفقرة الثانية شو يقول لي؟ يقول لي look at the photographs مرة ثانية. انظر إلى الصور الفوتوغرافية. What is being described؟ ما الذي تم وصفه؟ شوف أنا شو يقول لي. Number one أولاً it is waterproof إنها مضادة للماء. شنو يعني مضادة للماء؟ يعني لما تمطر ماء المطر ما يعبر لداخل الخيمة. إذا هي يسموها waterproof. شوف قبل شوية إيش قلنا؟ قلنا insect proof. شنو معنى insect proof؟ مضادة للحشرات. كلمة proof معناها مضاد. insect proof أولاً مضادة للحشرات. ثانياً waterproof مضادة للماء. And it is easy to put up. وهي سهلة البوت اب سهلة التركيب. عن شنو دا يتحدث؟ دا يتحدث عن الخيمة ولا يتحدث عن الماونتن بايك؟ دا يقول لي أم اكتب لي أما ماونتن بايك أو لايت ويت تنت. إن الأستاذ راح يسأل يقولهم أنا راح أسألكم سؤال أو أحذركم حزورة أو أعطيكم جملة. أنتوا لازم تحددوا لي هاي الجملة إلى من توصل. فطالب يرفع إيده يقول لي لايت ويت تنت الخيمة سهلة الحمل. ليش؟ لأنها مضادة للماء وسهلة التركيب. ثانيا It has disc brakes. بها مكابح قرصية. شنو يعني مكابح؟ يعني بريكات. يا يلي بها مكابح قرصية. الطالب لازم يرفع إيده يقول له الماونتن بايك. وهكذا. ثالثا It sleeps too. ينام فيها شخصان. So it is big enough. لذلك هي كبيرة بما يكفي. ده يتحدث عن شنو؟ لايت ويت تنت وهكذا. هذا مجرد أسئلة شفوية بداخل الصف الرسالة يسألها. والطالب يرفع إيده ويقول له هذه الجملة لمن توصف؟ توصف الماونتن بايك لو لايت ويت تنت. وراها it is fast and safe إنها سريعة وآمنة. عن شنو ده يتحدث؟ عن الماونتن بايك وهكذا. it is strong and insect proof إنها قوية ومضادة للحشرات. عن شنو ده يتحدث؟ ده يتحدث عن الخيمة. it is made from nylon إنها مصنوعة من النايلون. and so it is light and easy to carry لذلك هي light خفيفة وسهلة الحمل. عن شنو ده يتحدث؟ أكيد ده يتحدث عن الخيمة وهكذا. إذن أنا هذا الفقرتين كنشاط صفي بالسادي يسأل من طريقة شفوية بداخل الصف كتحضير يومي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. الآن ننتقل للفقرة اللي بعدها. يقول لي discuss the new vocabulary. What do the words mean؟ ناقش الكلمات الجديدة. ما الذي تعنيه هذه الكلمات أو هذه العبارات؟ شوفوا طلاب هنا يقول لك الكومباوند نونز. الكومباوند نونز هي الأسماء المركبة. شنو هي الأسماء المركبة؟ يقول لي words in English الكلمات باللغة الإنجليزية are sometimes made from two nouns. بعض الأحيان تصنع من خلال كلمتين. يمكن تكوين الكلمات المركبة أما أو ما نسميها بالعبارات عن طريق دمج اسمين أو اسم وفعل اسم وصفة إلى آخره. لأن يقول لك إحنا باللغة الإنجليزية من الممكن أن نجيب كلمتين. هذين الكلمتين كل واحدة لها معنى. أدمجهن أجيب كلمة جديدة أو أصير كلمة جديدة معناها راح يعطيني معنى جديد. منطيني هو مثال يقول لي wind proof. wind أنا أعرف إن كلمة wind معناها ريح أو رياح. proof معناها مقاوم. دمجتهن صارت wind proof صار شن مضاد للرياح أو ضد الرياح. أضرب لك مثال ثاني. أنا أعرف إن كلمة disc معناها قرص. brakes معناها مكابح أو بريكات.
ديسك بريكس صارت مكابح فرصية. إلا إن أنا أقدر أدمج كلمتين باللغة الإنجليزية على مود أقدر أطلع كلمة جديدة، هذه الكلمة جديدة راح تعطيني معنى جديد أو راح أصير كلمة جديدة. هذا اللي نسميه compound nouns. هذه هنا يجب أن نحفظ جميع الكلمات المركبة. عندي مجموعة من الكلمات المركبة، طلاب هاي الملاحظة جدا مهمة، ركزوا وياي حاليا لأن هذه الملاحظة راح تتكرر على كل اليونتات. هنا يجب حفظ بعض الكلمات المركبة، أن كل يونت كلمات مركبة. شنو كلمات مركبة؟ يعطيني كلمات مثل wind, disk, information, air إلى آخره. هذه كلمات وكلمات مناسبة لها أو نهايات مناسبة لها. أنت كطالب لازم تحفظ كل الكلمات المركبة لأن بالامتحان تجيك على شكل توصيل. وصل الكلمة بالكلمة المناسبة لها، وصل الفعل بالاسم المناسب لها، وصل الاسم بالاسم المناسب لها، وهكذا. باليونت الأول عندنا تمرين رقم 1 اللي موجود صفحة رقم 10 بكتاب النشاط. هذين الكلمات للحفظ كمعاني، للحفظ كمعاني. ليش؟ لأن تجينا على شكل توصيل. وصل الكلمات، أنا منطق هنا أسماء، وصلها بالأسماء المناسبة لها. على مود شو تسوي لي؟ على مود تسوي لي compound nouns. شنو compound nouns؟ استوينا قلنا يعني أسماء مركبة. إذا أنا منطيني مجموعة من الكلمات لازم أعرف معانيها. طبعا كلهم أغلبهم ماخذين خلال الدرس الأول والثاني والثالث. يعني مثلا عندي كلمة sweet، شنو معنى sweet؟ حلويات أو حلوى. car معناها سيارة. information معناها معلومات أو استعلامات، أخذناها بالدرس الأول. disk معناها قرص. insect معناها حشرات، أخذناها بالدرس اللي نحكي فيه حاليا. air معناها هواء، إذا تذكرون الاير باك الوسادة الهوائية. swimming معناها سباحة، هذه ما أخذيها بالدروس السابقة والمراحل السابقة. فيديو ما يحتاج نترجمها، معناها فيديو. sun معناها شمس. litter معناها مهملات. وشاب معناها محل. زين، هذين الكلمات أبدأك توصل ليها عند النهايات المناسبة لها. يعني مثلا باك حقيبة، ركزوا وياي، حقيبة أو وسادة. proof معناها مضاد، قبل شوية قلناها. game معناها لعبة أو game مثل ما هي. assistant معناها مساعد أو صانع اللي يشتغل بالمحل. shop معناها محل. bin معناها سلة. breaks معناها مكابح أو break مثل ما هي. roof معناها سقف. انتبهنا يا طلاب، proof معناها مضاد، roof معناها سقف، لأن كلمات شوية شابهة. desk معناها مكتب، هذه هم انتبهونها. desk بالإي معناها مكتب. disk بالآي معناها قرص، هم اللي ميزوا بيناتهم. pool معناها حوض. park معناها موقف، موقف السيارات. إذا شايفين بعض الأحيان ألقى مثلاً علامة بالشارع فيه وعليها يعني شخط، شنو معناها؟ معناها ممنوع الوقوف، ممنوع ركن السيارة هنا. هسه أولاً عندي سويت حلويات، شنو الكلمة المناسبة لها؟ شنو الكلمة اللي أقدر أخليها ويا هاي كلمة أنا بتعطيني معنى مناسب؟ أكيد كلمة شوب. سويت شوب معناها محل حلويات، فأوصلها بنقطة رقم 5 الأولى، أكتب رقم 5 أمامها، ما يحتاج أجر خطوط وأهوس الكتاب، مجرد أوصل الكلمة بالكلمة المناسبة لها عن طريق الأرقام. هسه أحفظوا وياي. سويت شوب، سويت شوب، سويت شوب معناها محل حلويات. اللي بعد كار سيارة، أكيد كار بارك. موقف سيارات، إذا أقول له 11 كار بارك. أحفظ وياي سويت شوب كار بارك. هذا اللي لازم تحفظها مثل ما تحفظ اسمك، لأن تجيني مثل ما هي. راح نشوف إنه بالأمثلة الوزارية للسنوات السابقة هواي متكررة، تجيني بالصور الثالث فرابي على شكل وصل، وصل الكلمة بالكلمة المناسبة لها. information معلومات أو استعلامات، أخذناها بالدرس الأول إذا تذكرون. information desk، شنو information desk؟ مكتب استعلامات. بعد disk قرص، قبل شوية أخذناها. disk breaks، شنو معنى disk breaks؟ مكابح قرصية. إذا نوصلها برقم 7 disk breaks. أحفظوا وياي sweet shop car park information desk disk breaks. هسه insect، قبل شوية قلنا insect شنو معناها؟ حشرات، مضاد للحشرات. شنو الكلمة المناسبة لها؟ insect proof مضاد للحشرات، أوصلها برقم 2 air، خدناها بالدرس مال سيارة البانتر. air bag وسادة هوائية أو حقيبة هوائية، إذا أوصلها برقم 1 air bag. swimming سباحة.
swimming pool حوض السباحة تواصل برقم 10 وهكذا video game معناها لعبة أو ألعاب الفيديو تواصل برقم 3 وهكذا sun شمس sunroof إذا تذكروها من مميزات البانثر شنو sunroof شنو معنى sunroof فتحة سقف فتحة سقفية من المميزات الرئيسية أو الثانوية للبانثر هي sunroof فتحة سقفية litter مهملات litter bin سلة المهملات تواصل برقم 6 والأخيرة shop محل shop assistant صانع في محل أو عامل في محل وصلنا مثل ما طلبنا عندي الكلمات أو الأسماء بالأسماء المناسبة لها أصبحت عندي عبارات قلنا هذه العبارات أعيد وأكرر تحفظها مثل ما تحفظ اسمك بس أنا مو أحفظها كاملة أحفظها كمعاني ليش أستاذ ذلك نحفظها كمعاني لأن ممكن تجينا بالامتحان بالسؤال الثالث فرع بي مثل ما وضحنا قبل دقائق بالسؤال الثالث فرع بي على شكل وصل الكلمات بالنهايات المناسبة لها شوفوا هذا إن الكلمات الشاب والانفورميشن والكار تدري تنجايت في 2017 دور الثاني يعني عليها 6 درجات فهنا أنا بس من هذا اليونت بس من هذا التمرين جتني عليها 6 درجات فأنت لازم تعرف كل كلمة النهاية المناسبة لها هسه نرجع شاب شنو النهاية المناسبة لها شاب أسيستنت أوصلها بالأي انفورميشن ديسك أوصلها بالسي والكار كار بارك أوصلها بالبي مثل ما وضحنا إن على شكل توصيل وصل الكلمات بالنهايات المناسبة لها للسؤال الثالث فرعبي هسه الآن خلصنا الكلمات المركبة وعرفنا شنو راح تجينا بالامتحان شلون تجاوب عنها لأن الكلمات لازم نحفظهن طبعاً هذا التمرين تقريباً ثاني أو ثالث أهم تمرين بكتاب النشاط باليونت الأول راح نشوف إن اليونت الأول بأكو تمارين كلش مهمة وكلش وايد تكرر بالامتحان الوزاري هذا التمرين كلش وايد تكرر بالوزاري إذا لاحظتوا قبل شوية يعني كاتب لكم وزاريات كلهن جايتن بالوزاريات السنوات السابقة لكن أنا طلعت لكم نموذج على مبتعرف شلون تجير بالامتحان وشلون تقدر تجاوب عنه ننتقل إلى الفقرة اللي بعدها موضوع إعطاء الأسباب طلاب موضوع إعطاء الأسباب هو موضوع جداً بسيط عبارة عن جملتين أربط بيناتهم أو أنط جملة بها فت صناعة معينة والسبب مال هذه الصناعة إحنا نعرف أن كل شيء يصنع الإنسان يصنع لسبب يعني على سبيل المثال الأيرباك شنو الأيرباك؟ وسادة هوائية ليش الإنسان صنع الوسادة الهوائية بداخل السيارة؟ صنعها على مود نكون آمنين أثناء الحوادث لا سمح الله. فأقول to be safe in crash لكي نكون آمنين في الحوادث. بعد مثال ثاني air condition. air condition هو المكيف مكيف الهواء. الإنسان ليش صنع مكيف الهواء؟ صنع مكيف الهواء لأن أكو سبب هو إنه تستيكو لكي نبقى باردين. إذا كل شيء صنع الإنسان إلى سبب. فهنا أنا لازم أعرف شلون أنطي جملة السبب. قبل البدء بموضوع إعطاء الأسباب يجب حفظ كل الأشياء والأسباب المناسبة لها كل الصناعات والأشياء المناسبة لها أو الأسباب المناسبة لها حيث من الممكن أن تأتي في الامتحان الوزاري على شكل شنو؟ اختيارات يعطي الشيء ويخير الطالب بين سببين ما أفهم أستاذ شلون يعني شوف هنا طلاب هنا منطيني مجموعة من الأشياء أو مجموعة من الصناعات ومنطيني الأسباب مال هذه الصناعات فأنت كطالب لازم تعرف كل صناعة كل شيء مصنوع شنو هو السبب المناسب لها ليش أستاذ تريدني أحفظ كل صناعة والسبب المناسب لها أول شيء خلينا نحفظ أو نتعرف على الأشياء المصنوعة والأسباب مالتها وراها نعرف شلون تجينا بالامتحان وشلون نقدر نجاوب عنها من البداية عندي شنو سنروف قبل دقائق قلت لكم السنروف شنو معناها معناها فتحة سقف الإنسان ليش صنع فتحة السقف to let light in يجعل لكي يجعل الضوء يدخل فتحة السقف اللي موجودة بالسيارة ليش الإنسان صنعها على مود الضوء يدخل للسيارة بعد بلوتوث كونكشن شنو بلوتوث كونكشن أخذناها من مميزات البانتا البلوتوث اللي نقدر نشغل من خلال الموسيقى to listen to music نستمع إلى الموسيقى وهكذا إذا عندنا شنو عندنا صناعات مجموعة من الأشياء مجموعة من الأسباب المناسبة لها كمل إيرباك وسادة هوائية بي سيف إن كراش لكي نكون آمنين وين بالحادث لا سمح الله إير كونديشنر أو إير كونديشن مكيف الهواء ستاي كول لكي نبقى باردين ديسك بريكس مكابح قرصية والبريكات تو ستوب كويكلي ليش السيارة بها بريكات على مود مرات نحتاج نتوقف بسرعة تو ستوب كويكلي لكي نتوقف بسرعة
فيديو جيم بلاير، مشغل العاب الفيديو، بلاي جيمز، نلعب الالعاب، الكتريك ويندوز، نوافذ كهربائيه، اوبن ويندوز ايزلي لكي نفتح النوافذ بسهوله، الجي بي اس. شنو الفكره مالته؟ شوف هنا طلاب، هاي ركزوا لي عليها، اخر اثنين ذني ركزوا لي عليها. الجي بي اس الانسان ليش صنعه؟ نوت جيت لوست، لكي لا نضيع. شوف هنا ايش لقيت؟ لقيت نوت، هاي ركزوا لي عليها عشان اقول لكم شنو السبب. تنتج ويندوز نوافذ مظلله، ليش الانسان سوى نوافذ مظلله؟ نوت سينت ذا كار ايزلي، على مود ما حد يشوف ما بداخل السياره بسهوله. هسه عرفنا استاذ مثل ما طلب من عندي، انا كطالب عرفت شنو الصناعات والاسباب المناسبه لهذه الصناعات، ليش تريد نحفظها او شلون تجيني بالامتحان؟ مبدئيا مثلا جاب لي بالامتحان جمله، ايش قال لي؟ قال لي على سبيل المثال cars have bluetooth connection، السيارات بها البلوتوث او جهاز البلوتوث. So you can لكي فراغ. شوفوا طلاب هالمره ايش سواي؟ انطاني الصناعه اللي هي شنو الصناعه؟ البلوتوث كونكشن، وقال لي لكي فراغ. طبعا بالامتحان ما يقول لك انطي لي السبب، لا، لانه راح يجيب لي اختيارات. يقول لي على سبيل المثال stay cool no listen to music. شوفوا انطاني شنو؟ انطاني صناعه وانطاني سببيه. قال لي يا هي من بين السببيه مناسبه لهذه الصناعه، انا حافظ البلوتوث كونكشن شنو السبب المناسب لها؟ to listen to music، لكي نستمع للموسيقى. فاقول له to listen to music، لحد الان بسيطه. مره ثانيه حول لي صيغه السؤال، ايش قال لي؟ قال لي cars have فراغ so you can stay cool. شوفوا طلاب هالمره ايش سوى؟ شوفوا انتبهوا لي على المثال، قبل شوي انطاني الصناعه وخيرني بين السببين، انا رحت شفت الصناعه حافظها، شفت الصناعه انطيت السبب المناسب لها، هالمره شنو؟ انطاني السبب قال لي اياها، هذا السبب يناسب يا صناعه من الصناعات. شوف الاختيارات، انت لازم تشوف الاختيارات. sun roof air condition. شوفوا طلاب هالمره شنو؟ قال لي cars have فراغ، السيارات فيها فراغ، من هم شنو الصناعه؟ قال لك انا منطق السبب. so you can stay cool على مود تبقى بارد. شنو هو الشيء من بين الشغلتين او الصناعتين اللي صناعه الانسان يخلينا stay cool نبقى باردين؟ يعني انا بعطيك السبب، شنو هو الصناعه المناسبه لهذا السبب؟ شنو هو من ضمن الصناعتين اللي خلينا باردين؟ السن روف والاير كونديشن، اكيد الاير كونديشن اللي هو شنو اطمان الاير كونديشن؟ احنا حافظين ستي كول نبقى باردين، شنو اللي خلينا باردين؟ المره الاير كونديشن، فاقول له اير كونديشن الاجابه المناسبه اللي هو الاير كونديشن. اذا اما ينطيني السبب ويخيرني بين صناعتين او ينطيني صناعه ويخيرني بين سببين، فهذا لو حلو معاكم. لذلك قبل ما انتقل للخطوه الجايه، انا بعد ما داخل الموضوع قواعدي حاليا فقط احنا نتطرق عليه على شكل الاختيارات، راح نشوفها بطريقه قواعديه. حاليا نتجاوز الخطوه الى ما تحفظ الصناعات والاسباب المناسبه لها. قبل ما انتقل للخطوه الجايه انا اكون حافظ الصناعات والاسباب المناسبه لها، ليش؟ لانه ممكن تجي للامتحان بهذه الطريقه. الان ننتقل لشنو؟ للصيغه الاخرى اللي ممكن تجينا بالامتحان اللي هي بالطريقه القواعديه. هسه انا ما راح افهم هذا اللي راح اشرحه حاليا اذا ما حافظ الاسباب. فانا اعرف كل صناعه شنو السبب مالتها، يلا اقدر افهم الطريقه الثانيه اللي ممكن تجينا بالامتحان. نستخدم هذا الاسلوب اللي هو اسلوب اعطاء الاسباب للربط بين الجملتين لاعطاء سبب باستخدام احد الادوات التاليه. انا شلون انطي سبب؟ قبل شوي قلت لك cars have airbag، السيارات بها airbag so you can لكي. اذا انا عندي وحده من الادوات اللي استخدمها اللي هي so you can، او اقدر اقول so you will، او اقدر استخدم الاداه to help you. نجي وحده وحده على مود نقدر نميز بيناتهم. اولا so you can معناها لكي، so you will
معناها لكي نفس المعنى to help you لتساعدك على لتساعدك على هذين الأدوات أستخدمهن علما أستخدمهن لإعطاء أسباب الجمل المثبتة قبل شوية إيش قلت لكم قلت لكم انتبهوا لي على آخر اثنين اللي هن شلنا الجي بي إس والتوتال ويندوز الوحيدات اللي بيهن شنو ارجع بالفيديو راح تلقون الوحيدات اللي بيهن نوت هذا النيتشا استخدم ما اقدر استخدمه اياها ذني لان ذني تستخدم مع المثبته عندي ادوات الاسباب للجمل المنفيه هذين الادوات استخدمهن ويا الجي بي اس والتنتد ويندوز اللي هن شنو ركزوا وياي so you can't شو دي الفرق؟ هذه so you can لكي هاي so you can't لكي لا هذا الفرق بيناتهم so you won't هم هنا شنو معناها؟ معناها لكي لا إذن أنا عندي شنو؟ so you can معناها لكي so you can't معناها لكي لا so you will معناها لكي so you won't لكي لا و to help you فقط تستخدم مع جمل مثبتة يعني ما بيها وحدة تشابهها بجمل مرفية هذين الأدوات زين أستاذ شنو القاعدة؟ انتبه لي طلاب بالامتحان شو يجيب لك؟ يجيب لك جملتين هاي جملة أولى فاصلة جملة ثانية وش يقول لك من القوسين؟ يقول لك give reason شو اللي give reason؟ سوي لي جملة سببية أو أعطيني السبب أنا شلون أربط بين ذني جملتين؟ أربط بين ذني جملتين باستخدام أحد هذه الأدوات إذن القاعدة شلون راح تكون؟ ركزوا على القاعدة وحفظوها عندي مثبتة وعندي منفية ما يسبناتها أنزل الجملة الأولى كاملة زائدا so you can أو so you will أو to help you زائدا الجملة الثانية أنزل الجملة الأولى مثل ما هي أخلي الأداة مالتي أستاذ يا أداة من هذه الأدوات اللي نخليها كيف تريد تخلي so you can أو so you will أو to help you لكن بعض الأحيان شو يسوي لي يقول لي بدك تستخدم قاعدة كان فأنت لازم تستخدم فقط أداة كان يقول لك بدك تستخدم قاعدة الول فأنت لازم تستخدم فقط الول وهكذا هذه مع الجمل المثبتة أوقف أستاذ شلون أعرف الجملة المثبتة منفية الجي بي إس والتمدد والدوز هذين منفيات البقية مثبتات يعني غير البقية كل نستخدم وياها هاي القاعدة فقط الجي بي إس والتمدد والدوز نستخدم وياها هاي القاعدة قاعدة مال الجمل المنفية شو تقول؟ أنزل الجملة الأولى زائدا so you can't أو so you won't زائدا الجملة الثانية أستاذ ما افتهمت شو يعني الموضوع حس صار صعب عليه لا كلش بسيط ركزوا وياي وشوف شلون راح يجي لي بالامتحان وشلون نجاوب عنه شوف قال لي على سبيل المثال cars have sun roof هاي الجملة الأولى شلون أعرف الجملة الأولى انتهت النقطة بدينا جملة جديدة let light in إيش قال لي بين قوسين قال لي give reason انطيني السبب شوفوا طلاب استاذ طه ايش قال من يقول لك give reason انطي السبب أول خطوة شنو تشوف الصناعة اللي مطيني إياها اللي هي شنية السنروف السنروف ويا جماعة المثبتة لو ويا جماعة المنفية أنا عندي فقط اثنين منفيات اللي هن شنو اللي هن جي بي إس والتنتد ويندوز الوحيدات اللي وياها النوت لا هي جي بي إس ولا هي تنتد ويندوز إذا شنو هذه نطبق عليها القاعدة المثبتة شو تقول القاعدة المثبتة الجملة الأولى so you can so you will to help you الجملة الثانية كيف كنت تستخدم الأداة اللي تريدها لأنه مو محدد الأداة يلا أجي أنزل الجملة الأولى شو تقول الجملة الأولى cars have sun roof نزلت الجملة الأولى بعد شنو so you can أقول له so you can زاد الجملة الثانية شو تقول الجملة الثانية ورا الفارزة let light in شوفوا طلاب السيارات صارت جملة السيارات فيها sun roof السيارات فيها فتحة سقفية so you can لكي let light in
لكي تدع الضوء يدخل أصبحت جملة سببية. ما الفكرة مع الجملة مع الموضوع؟ أنه أنا أعطيك جملتين، جملة بها صناعة وجملة بها سبب، تربط بين ذن الجملتين باستخدام أحد أدوات إعطاء الأسباب. حفظوا للأدوات، حفظوا للأدوات المثبتة والمنفية، حفظوا للقاعدتين. بس راح نطبق على مجموعة من الأمثلة، مجموعة كلش كثيرة من الأمثلة، ونعطيني تمرين متعلق بها. خاف لحد الآن ما مفتهم الموضوع، راح تفتهمه أكثر. شوفوا طلاب، أكو بس ملاحظة قبل ما أنتقل. بعض الأحيان أنا أقدر أقول so you can، وأقدر أقول so that you can. أقدر أقول so you will، وأقدر أقول so that you will. هاي الذات وجودها وعدم وجودها واحد، يعني إذا خليتها للامتحان أو ما خليتها مو ضرورية. وكذلك so you can't، so that you can. So you want، so that you want. نفس الفكرة، وجودها وعدم وجودها واحد. نروح نشوف إنه بعض الأمثلة الوزارية نركز عليها أو خليها موجودة من ضمن الامتحان. شوف إن أنا بعطيك ملاحظة، تستخدم القاعدة الثانية المنفية، هاي القاعدة الثانية المنفية، فقط مع الجمل التي فيها شنو؟ GPS وتنتج ويندوز. بسيطات، إذا لقيت تنتج ويندوز أو GPS نستخدم القواعد المنفية. قواعد المنفية شو تقول؟ فقط اللي فرق إنه كانت أو وانت. نانا كان وول، نانا كانت وونت. طبعا الكانت، طبعا تعرفون ان الكانت مختصر مال كان نوت، والوونت مختصر مال وول نوت. فوجود النوت بالجملة دل على الجملة منفية. الان ننتقل لشنو؟ للصيغ اللي ممكن تجينا بالامتحان الوزاري، لان كل النماذج اللي امامكم نماذج وزارية صادفت بالسنوات السابقة. حاولوا تركزون، توقفون الفيديو، تروحون تضبطون القواعد، تضبطون الصناعات والأسباب المناسبة لهذه الصناعات، تبدون بالحل. أولاً يقول لي cars have GPS، السيارات فيها GPS. بس شفت GPS قلت هذا شنو؟ هذه منفية. انتبه لي so that you، شوف أنا so that قال لي، أقدر أقول so you can، so you can't، so that you can، so that you can't. هذا وجودها وهذا وجودها واحد. هسه so you can لو can't، شوف أنا شو يقول لي. يقول لي السيارات فيها GPS. الجي بي اس اللي قلنا احنا ويا القاعده المنفيه استخدم وياها كان لو كانت. رجعوا لي، اتفقنا انه ويا القاعده المنفيه، هذه القاعده المنفيه كان لو كانت، كانت القاعده المثبته كان، هو الجي بي اس هو القاعده المنفيه، استخدم وياها كانت. اذا اقول له so that you can't get lost. استاذ انا حليتها عن طريق المعنى بدون هاي الملاحظات والهوسه كلها. انا هاي الملاحظه وطيها للطلاب اللي معانيهم ضعيفه او ما عندهم معاني قويه. هي من ناحية المعنى تجوها، السيارات بها جي بي اس. ليش؟ لكي، لو لكي لا تضيع، أكيد على مد مضيع. إذا أقول له so you can't اللي معناها لكي لا تضيع، ما أقول له لكي تضيع. أنا ما أخلي جي بي اس بالسيارة على مد أضيع، على مد ما أضيع. الجملة الثانية cars have CD player، السيارات بها CD player مشغل أقراص. so that the driver، لكي السائق كان فراغ. على شنو؟ منطيق صناعة ومخيرك بين شنو؟ بين واحد، اثنين، ثلاث أسباب. بس نرجع وين؟ اللي خدناه قبل دقائق. طيتك صناعات والأسباب المناسبة لها. السيدي بلاير وشغل الأقراص، شو سوبي؟ سينج سونغ، لو لسن تو ميوزك، لو ليت لايتن. نغني أغنية، لو نستمع للموسيقى، لو نخلي الضوء يدخل. أكيد على مود نستمع للموسيقى، إذا أقول له لسن تو ميوزك. من الممكن نشيل سي دي بلاير، نخلي بداله بلوتوث كونكشن. نفس الفكره، سي دي بلاير مشغل الاقراص، نفس الشيء البلوتوث كونكشن. بالمنهج القديم كان سي دي بلاير، بالمنهج الجديد اصبح بلوتوث كونكشن. لنات نفس المعنى ونفس الفكره. اللي بعدها كارز هاف سي دي بلاير، نفس الفكره، السيارات بها مشغل شنو؟ مشغل اقراص. ذا درايفر كان لسن تو ميوزك. شوف هنا هالمره شنو جاب لي اياها؟ اسقاطات. ما الكلمه المناسبه لهذا الفراغ؟ ممكن يعني بعد التمرين يقول لك اسقط الكلمه بالفراغ المناسب. شوف انا منطيني صناعه ومنطيني سبب. اذا النقص هنا شنو؟ منطيني صناعه الجمله الاولى، منطيني الجمله الثانيه. شنو هو النقص؟ النقص اداه السبب. انا شو يقول لي؟ يقول لي انا منطيك الصناعه ومنطيك السبب، الجمله الاولى والجمله الثانيه، شنو النقص؟ منطيني كان فقط شغل هنا سو ذا درايفر كان لسن تو ميوزك، لكي يستمع السائق الى الموسيقى. الجمله اللي بعدها كارز هاف جي بي اس، السيارات بها جي بي اس. بيكوز لو سو ذات، ما اعرف شو منطيني كانت. الكانت شنو بيجي وياها؟ احنا اتفقنا بالادوات، اكو عندنا سو يو كان وسو يو كانت.
وياها because لا إذن شنو يا so the driver can't أو so that the driver can't. إحنا قلنا that وجوده وهذا وجوده واحد. إذا نخلي so that اللي بعدها cause have airbag أو GPS ما أعرف منطيني صناعتين ومنطيني السبب شنو هو can't be lost على مود منطية أو أولا الدليل أول شنو عندنا عندنا منفية ثانيا عندنا الضيع شنو هو الشيء اللي ما يخلينا نضيع الجي بي اس ولا الأرباك أكيد الجي بي اس إذا نخلي جي بي اس شوف هنا أنا انطاني السبب وخيرني بين صناعتين شنو هو الصناعة المناسبة لهذا السبب اختارتها على أساس حفظي للصناعات اللي أخذناها بداية الدرس the car has air condition السيارات بها شنو مكيف هواء to help you لكي تساعدك على انطاني الصناعة وخيرني بين سببين الاير كونديشن مكيف الهواء نستمع الموسيقى لو نبقى باردين اكيد نبقى باردين to keep cool فشوفوا هذا كله الامثله الوزاريه للسنوات السابقه كلها تعتمد على شنو على حفظك للاسباب او الصناعات المناسبه لهذه الاسباب there are disc brakes اكو مكابح قرصيه اكو بريكات بالسياره in every car بكل سياره because لو so لو two شوفوا طلاب هذا السؤال كلش ذكي قال لك انا عندك so وعندك two وعندك because مبدئيا احنا ما اخذنا اداة اسمها because الادوات اللي استخدمناها لاعطاء الاسباب so you can so you can't so you will so you want و to help you هذين خمس ادوات شوف قال لك ورا الفراغ ايش لقيت help you تعالوا رجعوا لي شويه مره هذه ال help you ايش اجى قبلها so لو two اجى قبلها two اذا اثنان شنو الاختيار المناسب الاختيار المناسب هو تو فأقول طبعاً أنا نفسي حيقول ما نكون خطأين الاختيار المناسب هو شنو to help you ما أقول so help you أقول to help you لنفترض قال لي you can إيش راح تختار راح تختار so you can أو to help you فأنت روح شوف ورا الفراغ شنو قال help you شنو الاختيار المناسب لها اللي هو to هذا كل ما يخص الصيغ السنوات السابقة شوف هنا يعني لحد الآن كل الصيغ اللي جايتنا بالسنوات السابقة جايتنا على شكل اختيارات لحد الآن ما يعني لحد من تأسس المنهج لحد الآن ما جابني جملة وقال لي أعطيني السبب لكن هذه الصيغة اللي شرحت لنا شرحت لكم إياها سألت ليش شرحت لنا إياها الصيغة اللي شرحت لكم إياها مال أعطي السبب أو give reason موجود عليها تمرين كامل في كتاب النشاط هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحرير شو يقول لك يقول لك أنا منطيك صناعة ومنطيك سبب give reason سوي لي جملة سبب أو أعطي السبب فأنت مثل ما تعودنا خلينا شوي نتوقع شنو القواعد مالتي الجملة الأولى نزلها كما هي زائدة أما so you can so you will أو to help you زائدة الجملة الثانية هذه يا هي خليك تكتبها هذه مع الجمل المثبتة زين مع الجمل المنفية شو نقول نرجع همينة الجملة الأولى زائدة so you الكان شو تصير can't الول شو تصير so you want زائدة الجملة الثانية إذا أنا هذه الأدوات أو القواعد اللي راح نمشي فيها لحل هذه الجمل. جاب لي جملتين قال لي give reason. انطيني السبب. هذه الأدوات مالتي. ملاحظ بعض الأحيان يعطيني فقط الصناعة. إذا انطاني فقط الصناعة أكتب قبل الصناعة cars have. هذه شوية ملاحظة إضافية هي بالامتحان ما تشوفهم هاي الطريقة لكن على الأغلب على مود نفتهم هذا التمرين إنه إذا بس انطاني الصناعة لازم إيش أخلي؟ أخلي قبلها cars نجد نحل شوفوا أنا أقول لي airbags be safe in the crash أجل سويت كتبت له cars have من يمي لأن طاني بقى فقط صناعة cars have صارت عندي هذه جملة أولى وهذه جملة ثانية سويت نزلت الجملة الأولى cars have airbags السيارات بيها airbag نزلت الأدوات مالتي so you can so you can ومن ثم نزلت الجملة الثانية اللي هي be safe in the crash be safe in the crash نزلت الجملة الثانية ليش استخدمت القاعدة المثبتة؟ قلنا نستخدم القاعدة المنفية فقط مع الجي بي اس والتنتل ويندوز ما بتهمت هسه هذا الجملة الثانية
Cars have Bluetooth connection. أنزلها. Cars have Bluetooth connection. زائد الأداة مالتي طبعاً خلينا نحدد مثبتة لو ما فيها البلوتوث كونكشن ويا جماعة المثبتة الجي بي اس والثينك ثرو دوز هي فقط معي منفية فأقول له كيفك so you can so you will to help you كيفك استخدم الأداة اللي تريدها مثلاً أقول له to help you زائد الجملة الثانية شنو الجملة الثانية listen to music أقول له listen to music صارت جملة السيارات فيها بلوتوث كونكشن لكي تستمع للموسيقى. الجملة اللي بعدها GPS get lost نوقف شوية. GPS شنو؟ مع الجمل المنفية نطبق القاعدة المنفية. أنا زي الجملة الأولى. أوقف أستاذ منطيني فقط صناعة. خلي قبل الصناعة cars have صارت الجملة الأولى. cars have GPS. إلا ذات كيف تستخدم so you can't أو so you want. أقول له so you can't على سبيل المثال. زاد الجملة الثانية. فقط get lost. get lost. صارت الجملة. السيارات فيها جي بي اس لكي لا تضيع. أصبحت الجملة جملة سبب صحيحة. electric windows open windows easily. فقط من طين الصناعة. أقول له cars have. أنزل الجملة الأولى. electric windows. السيارات فيها نوافذ كهربائية. كيفك تستخدم الأداة اللي تريدها؟ So you can, so you want, to help you, to help you لكي تساعدك على أنزل الجملة الثانية Open windows easy السيارات فيها نوافذ كهربائية لكي تساعدك على فتح النوافذ بسهولة Sunroof let light on عندي صناعة، ايش أخلي قبل الصناعة؟ Cars have أقول الجملة الأولى Cars have sunroof السيارات فيها فتحة سقف أنزل الأداة اللي أريدها so you can مثلا الجملة الثانية let light in السيارات فيها فتحة سقف لكي تساعدك على أن تدع الضوء يدخل tinted windows انتبه لي tinted windows جملة مثبتة ولا منفية شخلي قبلها cars have أنزل الجملة الأولى cars have tinted windows النوافذ فيها السيارات فيها نوافذ مظللة كيفك so you خلص هنقول هالمرة won't ليش لأن قاعدة منفية أما أقول so you can't أو so you won't كيف أنا خليت won't المرة الثانية زائد الجملة الثانية see into the car easy السيارات فيها نوافذ مظللة لكي لا ترى أو لكي لا يرى أحد ما بداخل السيارة بسهولة هذا ما يخص تمرين رقم 2 هذا التمرين مثل ما وضحنا تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري مثل ما هو يجيني لكن ما يجيب لك فقط الصناعه يقول لك cars have airbags وجمله اولى وجمله ثانيه ويقول لك give reason اما يحدد لي بدات او مرات ما يحدد لي بدات فاذا ما حدد لك بدات تستخدم الادات اللي تريدها هذه الملاحظات هم حاول تسجلوها بالدفتر وتحفظوها لانها مهمه جدا بالامتحان التحريري مثل ما وضحنا قبل دقائق طبعا هاي الصيغه ما جايه سابقا أغلب الصيغ أو كل الصيغ اللي جاية بالسنوات السابقة بالامتحان الوزاري جايتنا على شكل اختيارات ما جاية بهاي الصيغة لكن لا من التمرين كلام النشاط لازم ننتبه لها تمرين رقم 3 read the sofa adverts هنا أنا منطيني إعلان لأريكا يقول لي اقرأ أو انظر إلى هذا الإعلان circle the 8 adjectives وقم بتدوير الصفات الثمانية شوف هنا for sofa sale sofa للبيع أو أريكا للبيع bring a new life into your room اجذب الحياة جديدة لغرفتك إعلان لأريكة أو شرباية فأنا أقول لي أقرأ تفاصيل الإعلان comfortable قلنا أخذنا كلمة comfortable شنو معناها؟ معناها مريح هذه صفة three seater ثلاث مقاعد soft معناها شنو؟ ناعم هذه هم أنا ما أخذيها صفة soft cushions الكشن مالتها ناعم comes in five colors تأتي بخمسة ألوان recycled materials مصنوعة من مواد معادة تدويرها stylish three seaters ثلاث مقاعد عصرية stylish من صفة slim شنو معنى slim slim معناها نحيف هاي كلش مهمة صفة نحيف slim design تصميم نحيف removable covers يعني معناها القماش اللي عليها يمكن تبديله removable قابل للتبديل
elegant wooden legs. كلمة wooden هذه صفة ما أخذها بسات الثلاثي. Wooden معناها خشبي. Elegant wooden legs. أرجل خشبية عصرية. With wheels. وفيها wheels. فيها عتلات. أنا مجرد أقول لك أقرأ الإعلان وباولي على هذا الإعلان. بها مجموعة من الصفات. هذه الصفات مهمة راح تفيدنا بالتمارين القادمة. طلاب. أنا مجرد أقول لي طلع لي من الصفات الثمانية. طلع لي من الصفات هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. ما عندي شيء مهم ممكن إنه أركز عليه. فقط لكن الصفات هسه اللي طلع معهن راح تفيدنا بتمرين موجود في كتاب النشاط على شكل مرادفات فلازم نحفظها. الآن ننتقل للتمرين اللي بعده اللي هو تمرين رقم 4 يقول لي match to make sentences. طابق بدايات الجمل بنهاياتها لعمل جمل مفيدة. طبعاً هنا هذا التمرين تمرين مهم بعض الشيء من الممكن يجيني بسؤال التوصيل قبل شوية أخذنا كلمة بكلمة. المرة مطين نص جملة بنص جملة على مستوى جملة كاملة. شو يقول لي؟ يقول لي five colors فيها خمس ألوان. ليش أنا أخلي خمس ألوان في شيء معين أو في صناعة معينة؟ So you can wash them على مود تغسلهم؟ أكيد لا. So you can move it easily على مود تحركها بسهولة؟ أكيد لا. To fit with your home design على مود تناسب تصميم غرفتك؟ أنا لما أخذ فد أخشاب هاي الأخشاب إذا بها الكثير من الألوان بها ألوان تتغير. أنا إيش ما كان لون غرفتي أقدر أختار من هذا الألوان على مود شنو أتناسب تصميم غرفتي. إذا أكثر خيار مناسب هو رقم 3 slim design التصميم مالته نحيف عصري. ليش؟ so you can wash them على مود تغسله أكيد لا. على مود تحركه أكيد لا. so you won't harm the planet على مود ما تأذي الكوكب أكيد لا. so it can fit the small room على مود تناسب التصميم الغرفة صغيرة هذا أكثر خيار مناسب. يعني الأخشاب اللي جبتها نحيفة صغيرة لأن الغرفة مالتي صغيرة على مود تناسب الغرفة مالتي. recycled materials recycled materials مواد معادة تدويرها. هذه غرفة الأخشاب اللي جبتها مصنوعة من مواد معادة تدويرها. إحنا ليش نعيد تدوير المواد؟ على مود نحافظ على الكوكب. أخذناها بسات الثلاثي بشكل مفصل. super soft cushions كوشنات ناعمة جدا. ليش أنا أخلي الكوشن مالتي ناعم أو المال الأخشاب ناعمة؟ to help you relax لكي تساعدك على الاسترخاء. أكثر خيار مناسب هو الخيار رقم 6 بكتب 6. legs with wheels الأقدام مالتها بها wheels بها عتلات على مود أحركها. so you can move it slowly أو easily عفوا. removable covers معناها غطاء قابل للتغيير قابل للحذف أو تغييره. هذا الغطاء اللي موجود على هذا الأريكة يمكن تغييره. ليش؟ بقت عندنا فقط واحدة اللي هي so you can wash them على مود تغسله. أنا ليش أخلي أو أشتري أريكة بها غطاء قابل للتغيير على مود أشيلها غسله وأرجع على أتوسخ. هذا التمرين تمرين بعض الشيء مهم من ممكن يجيك بسؤال الثالث عربي وصل بدايات الجمل لنهاياتها أو وصل تبي في المعنى طلاب هاي كلش مهم أو وصل الصناعات بالأسباب المناسبة لها. نفس الفكرة ما اللي أخذناها بداية الدرس قبل شوية أنا بعطيك صناعات وأسباب مناسبة لها. لذلك أنا بعطيك ملاحظة بالملزمة إيش كاتب لك بيها؟ كاتب لك بيها عزيز الطالب من الممكن أنه ذن الجمل واحدة من هذه تجي بالامتحان بس بالموضوع اللي أخذناه قبل شوية اللي هو موضوع قارس فان. شلون يا أستاذ؟ أضرب لك مثال على مود تكون واضحة أكثر. على سبيل المثال في الامتحان جاب لي قال لي there are legs with wheels. legs with wheels يجي بقيا بهاي الطريقة. طاني جملة أولى ايش قال لي؟ قال لي move it easily. move it easily ايش قال لك بين قوسين؟ قال لك give reason نطيني السبب. استاذ طه ايش قال؟ قال شوف هاي الجملة أولى شوف هاي الجملة أولى وهاي الجملة الثانية الأداة أو الطريقة اللي حل هذه الجملة تعطاها أسباب. شو تقول؟ تقول تنزل الجملة الأولى there are legs with wheels زائد بالأداة. شنو الأداة؟ so you can أو so you will أو to help you كيف تستخدم الأداة الثانية زائد الجملة الثانية. شنو الجملة الثانية؟ move it easy move it easily صارت الجملة. الأريكة اللي جبتها there are legs with wheels هنالك سيقان بعجلات so you can move it easily لكي تساعدك على تحريكها بسهولة.
أنطيته جملة سبب مثل ما أخذنا بموضوع give reasons أعطاه الأسباب. إذن هذا من الممكن يجينا بسؤال التوصيل أو من الممكن يجينا بسؤال قواعد موضوع أعطاه الأسباب. هذا كل ما يخص درس هذا اليوم. لاحظوا أن الدرس درس بسيط جدا أو درس مهم جدا بموضوع أعطاه الأسباب ببعض الصفات. قبل شوية أنا قلت لكم أكو صفات اللي طلعناها هذا مجرد كنشاط صفي، لكن الصفات اللي طلعناها راح تفيدنا بكتاب النشاط. بالدرس القادم إن شاء الله راح نأخذ تمرين مثلاً يقول لك كلمة سلم شنو هو الكلمة المرادفة لها، فأنت لازم تعرف الكلمة المرادفة لها إن شاء الله نأخذها بالدروس القادمة مع التمارين المتعلقة بكل درس. هذا كل ما يخص درس هذا اليوم. حاولوا تسجلوا هذه الملاحظات بالدفتر وتحفظوها لأنها مهمة جداً بالامتحان التحريري. باقي الأنشطة أنشطة صفية غير مهمة الامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. اي سؤال او استفسار او اضافه تحبون تقدموها تقدرون تواصلوني على صفحه المتجر في الفيديو في الوصف.